حل وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد بمدينة عنابة في زيارة عمل وتفقد للمنشآت الرياضية التي تستعد لاحتضان الطبعة 15 من الألعاب العربية والمقررة في الجزائر من 5 إلى 15 جويلية المقبل. وكان الوزير حماد مرفوقا بولي عنابة جمال الدين بريمي، بالإضافة إلى بعض الممثلين عن السلطات المدنية والعسكرية، وذلك خلال زيارته الميدانية إلى بعض المرافق والهياكل، حيث وقف الوزير على مدى جاهزيتها تحسبا لهذا المحفل العربي الذي سيشهد عديد التخصصات على مدار 10 أيام وبمشاركة عديد الدول العربية. أظن ولاية عنابة واجدة مراهيش، يعني المرافق هما كتشوفوا فيهم وراهي نظمت يعني منذ أيام عدة تظاهرات. أظن ولاية عنابة واجدة يعني مفخرة كي نشوفوا ملاعب كيما هادو. فيما يخص رفع التجميد إن شاء الله راح كاين اللي رفع عنهم التجميد، إن شاء الله في المستقبل يكون آخرين يعني المشاريع أخرى. هذا ما نتمناه يعني باش يعني كل قطر الوطن يستفاد من المشاريع اللي كانت مجمدة ولا اللي راح تكون إن شاء الله.